نمشي طبعا مباشرة لوين الحل سي سمير، وين الحل؟ الحل هذا اللي يهمني، قريت الفقرة هذه تهمني برشا. اي هامة جدا. انا موقفي واضح في الموضوع هذا وكررته عديد من المرات. أيوة. منذ التسعينات الحل هو الإسراع في نقلة مهام العمل في مجال التصرف في الفضلات الى المحليات والى الجهة البلدية معناها. اي أيوة. والبلدية ولا تاخذ لونجين ولا ولا يكون عندها دور اخر، ولا يكون عندها دور مثلا للتأطير للإعانة للإرشاد. دوك البلدية هي اللي تكفل بالموضوع، البلدية أو مجموع البلديات، لأن القضية ما تهمش بلدية فقط، البلديات الكل يمشوا مع بعضهم يعملوا مع ونعطيهم الإمكانيات. هذا مش ياخذ شوية وقت، لكن يلزمنا نعلم هالاتجاه هذا بطريقة واضحة سياسيا، يلزمنا نقفوا على كوموندير معناها كلمه ماناش موقفنا مش واضح في المجال هذا، يلزم نعلن واضحه ذببيه. اي ما قاعدين ترجي ماناش ولا يلزم نقولوا بطريقه واضحه قضيه النفايات وجمله من الخدمات البيئيه تنتقل الى الجهه، ونبداو بالطرف نصاحبوا هالتنقل هذا بجميع المجالات، في جميع المجالات السياسيه الماليه البشريه والى اخره. هذه نقطه هامه وهامه جدا. اثنين، بعد ما وقت نتعداو للشيء هذا ما نتعداوش هكاك بطريقه هامشيه، نتعداوه في رؤيه واضحه. يلزم التصرف في الفضلات الناس الكل يقتنعوا اللي هي السلسله، ما هيش جملة من العناصر المنفردة كل واحدة في جهتها، هي سلسلة تنطلق من إنتاج النفايات إلى الرفع إلى الفرز إلى التثمين إلى آخره إلى 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 البيعان المنتوج. وهذه الكل يلزم النظرة هذه تكون واضحة، وكل جهة تعمل مخططها المديري مش وحدها. لأنه نقطة ثانية سيدة هامة جدا في التصرف في الفضلات، هي أنه التصرف في الفضلات ما هيش قضية طرف واحد، بل هي مؤسستيا قضية منظوماتية، معناه يدخلوا فيها عديد من الأطراف. شكونهم أساسا؟ أولا الإدارة. شكون الإدارة؟ نهي الإدارة. الإدارة المركزية لازم فما طرف مركزي هو ملي. اللي أسس لا في تونس العاصمة ولا في اللي هو يحدد الرؤية الوطنية في مجال التصرف. وزارة البيئة. وزارة البيئة ولا بالتعاون مع مدخلين أخرى. هذه سيتين كيشون تكنيك نفضوها ما فما حد مشكلة. يلزم أن الرؤية وطنية، والرؤية الوطنية ذيك يقع صديقي نيزون هبطوها على مستوى الجهات، وكل جهة تعمل 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 المخطط المديري اللي خاص ب خاص بها وخاص بخاصياتها وإلى آخره. دونك الإدارة، ثم البلديات. اثنين، المتدخلين الاقتصاديين، لأنه التصرف في الفضلات سي مشاريع اقتصادية. ناس بيجي تهز، ناس بيجي تثمن، ناس بيجي تبيع، ناس بيجي تاخذ المنتوج اللي ثمناه باش يهزوه لبلاصة أخرى. دونك منظومة كاملة. ما نجموش نعملوا تصورات في مجال التصرف في الفضلات ما غير ما المتدخلين الاقتصاديين يخدموا معنا. وطرف رابع بعد الإدارة والبلدية والمتدخلين الاقتصاديين، المتدخلين البنكجية الماليين اللي مش يمولوا المشاريع. اليوم أنا لاحظت عن طريق عديد من المشاريع اللي نخدم فيهم أنه المشاريع البيئية تحب ولا تكره في وقت من الأوقات لازمها التمويل، والتمويل تقوم به البنكة. والبنكة اليوم في بصفة عامة في عدم معرفة كبيرة جدا بما يصير في مجال البيئة وإلى آخره. دونك حان الأوان باش الطرف المالي هذا نقربوه، والناس هذم مع بعضهم يخدموا في منظومة. عليه البي تي اس تنجم أكبر من البي تي اس، أكبر من البي تي اس، مشاريع أكبر من البي تي اس، مشاريع فيها استثمارات وفلوس ومليارات وإلى آخره، وفما خطوط تمويل أجنبية لتمول حتى الأربع مليارات من الأوروات لتثمين مشاريع في مجال التصرف في الفضلات. معناها الأطراف الأجنبية. دي بارتنير إترونجي لا؟ خاطر هما يسون انتيريسي، معناها مادا بيهم. أونتر أوتر، هذو هما الأطراف الاقتصادية، الأطراف الاقتصادية يجم يكونوا محليين كما يجم يكونوا أجانب. معناتها تعيش بسيادة الوطن هذه؟ أبسوليمون. أولا هو خاطر يحب يثبت. أولا دوك يلزم نظرة وطنية. اثنين، يلزم تهبيط القضية على مستوى الجهة. ثلاثة، يلزم القضية هذه على مستوى الجهة تقع ترجمتها في أمثلة جهوية مديرية وإلى آخره. ثم النقطة الرابعة، تشريك الأربع أطراف هذم مع بعضنا. سي كوم دو سيت مانيير لا، وقت ننطلقوا بوتي تبتي في عامين ثلاثة أربعة النتائج تبدأ تظهر. سي شفيق، هذا هو بالضبط. انا هذا تخدمه لا مش هذا هو تخدمه فيه ولا لا؟ خاطر انت توا فاعل. نخدمه فيه تقريبا، مش نخدمه فيه، مش نخدمه فيه فقط.
نجم نقول صفاقس تحقق السبق في الميدان هذا. ايوه لا حتى هي زاد وخرت برشا. اللي كان يقول فيه الكل نجست فيه على ارض الواقع. قلنا راهو الحل الازمه النفايات في صفاقس نحبوه نموذج يعتمد في كامل التراب الجمهوري. لازم نقولها انت الشخص اللي قاعد على يميني راه يمثل المجتمع المدني راه ما نسوهاش. وهذه تجربة فريدة من نوعها في تونس أنه في جهة معينة المجتمع المدني قرر باش ياخذ المسؤولية بيده ويخدم مع الأطراف الأخرى باش يتوصلوا إلى حل. بارك الله فيكم. شكرا. هذا بالضبط معناتها راهو احنا قلنا مدينة دينا كمواطنين كمجتمع مدني ما نجموش نتقدموا دون المنظمات الوطنية الكل دون استثناء تمد يدها معنا، مؤسسات الدولة الكل تمد يدها معنا. دون ذلك راهي أزمة النفايات مش تقتلنا، مش نتغلب عليها. كيقول أيوة. مش تقتلنا على الأساس هذايا المقاربة متاعنا مشات على المستوى القانوني اللي كان يقول فيه سي سمير بالضبط، هو خلق هيكل جهوي تضامني بين البلديات سميناه مؤسسة عمومية للخدمات البيئية. اش تعمل هذه هيك الصلاحيات اللي كان يحكي عليها كانت عند لونجيت واللي الفصل 240 من مجلة الجماعة المحلية اللي هو يعطي صلاحيات إدارة شأن النفايات البلديات راهي خذاتها لونجيت 15 سنة من 2005 و 2020 على يديها. قلنا الصلاحيات هذه لابد أن تنقل. اي كيفاش بتعملوها؟ قمنا الآن تو قاعدين نخدموا وتقدمنا شوط كبير في بعث المؤسسة هذه وراسلنا السلطة المركزية وقدمنا القانون الاساسي على اساس المؤسسه هذه هي المسؤوله. لكن للاسف نقولها لكم بكل وضوح راهو ثم تضارب في وجهات النظر بين وجهه نظر الجهه اللي تحب تحول المساله هذه الى مساله جهويه تهم المحليات وما بين نظره ما زالت تؤكد على المركزيه، وهذا ما احناش ماشيين فيه. دونك احنا راح متمسكين بالتوجه نتاعنا، متمسكين ان راهو نحبوا نخدموا ونجعل النفايات من بدايتها كما قال السيد الخبير إلى نهايتها في معامل التثمين تكون شأن بلدي من التجميع للتثمين. لكن لونجيت على الراس وعلى العين ما نجموش نستغناو على خيرة ما عندنا من المهندسين، على خيرة ما عندنا من إطارات. هذم كما قال دورهم التأطير، هذوما دورهم حشد التمويلات، هذوما دورهم المرافقة للمشاريع متاع التثمين. هذايا التشاركيه كيفاش نحبوها؟ راهو نحبوا التشاركيه. هذا علاش قلتها لك من بكري، رحنا نحييو كل جهود المجتمع المدني في عقارب في صفاقس في قابس اللي قاموا بدور. مازال بربي عايشك خاطر انا جيت على هذه هذا الحل اللي نشوفوه راهو يلزمنا هالمؤسسه كما قلت الجهويه. ايضا على المستوى القانوني تقدمنا باقرار كما قالوا بكلهم على انهكت منظومه تصرف النفايات نتاع لونجيت. احنا اذا كلام ما يعرفوش يجيو منه. لا لا مش على هذا. لا انا ما إيه آه هذا كلام محبوش يجيو من. احنا هذا علاش اقترحنا، قمنا بورشه كبيره برشا جبناها خيره ما عندنا في تونس من خبراء باش خدموا على اصلاح المنظومه البيئيه اللي هي متفرقه في عده مجلات. وقلنا على الاقل مجله البيئه وهذه من بعد نخليها لك على ذمتك. أيوة. ما نجيبش نقراها الكل. اي وثيقه كامله هي مقترحات بخصوص اصلاح المنظومه القانونيه الحاليه للتصرف. ايضا قلنا باش نشجعوا تركيز مواقع معالجه النفايات سواء المعالجه الوقتيه والا التثمين. يلزم كما قال زميلنا يلزم راهو الحوافز والامتيازات، وتقدمنا بجمله من الحوافز والامتيازات خاصه بالمواقع اللي ماشي نركزوا فيها. أيوة. وهذه راهي مش جديده تو قدمناها من اللي كان سمالك وقتها حبينا نعملوا مركز في الهماية. على المستوى التقني بدينا في الاتصالات او نقول العكس، بداوا يتصلوا بينا مختلف المستثمرين من تونس ومن الخارج وهذو متشجعين. وثم حتى خيوط نتاع تمويل اللي هي تحب تتبرع بالدراسات، اللي هي تحب تتبرع بجزء. معناتها نقول باش نبشر التوانسه راهي مشاريع التثمين مش تكلف برشا على التوانسه، راهو ثم برشا ناس سواء في تونس ولا في الخارج مستعدين يقدموا مساهمات باش يسهل. لا غير الاستثمار، لا غير الاستثمار استثمار على شيرة. اي نعم ماشي. وهذا راهو مثلا كيما الامم المتحده عندك البرنامج نتاع 16 نقطه. لا سامحني لا 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 انا منحكي في مشاريع كيما سمير، سامحني كيما سمير هذه تاع الاف الملايين. اسمعني
شوف مليارات ملايين، مليارات ملايين باش يقول لي حكايه بتاع شوف التقدير راهو عندنا، التقديرات اللي تقدموها من 40 سي شفيق فوفوار كرون مثال قدر ما نقعدوش مثال خذوا المعطى وبرا قدر تو خذيت المعلومه مع انت سمير سمعت وما عندي ما نناقشه راهي التمويلات هذه المشاريع من 40 لل 100 مليار دو ايه؟ لكن وقت اللي تجيني خطوط تمويل تقول لي انا الدراسه بلاش ما يعطيكش ايه؟ اسمعني هذا اش قلت لك لا انا قلت لك الدراسه وقلت لك جزء من تمويل المشروع تجينا كدون قولوش لا هذه تجي لبلادنا لا بيسور هذا على المستوى الـ 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 القانوني على مستوى التقني احنا اطلقنا طلب كما يقولوا التعبير عن الرغبه في الحقيقه مش هذا اسمه بالضبط وانما دعوه لاقتراح مشاريع شو دعوه اقتراح مشاريع معناتها هل تقريبا هو لان احنا كلجنه نحبوا من بعد نحيلوها للسلطات المعنيه سواء الانجاد لوزاره البيئه لكن تو ما ان 31 اكتوبر احنا كيف لجنه تنتهي اعمالها لكن حابين نخليوا للي ماشي يجي من بعدنا اثر باش كيما يجيوا للمستثمرين يلقاو حاجه دونك عملنا مجموعه من الاسئله اللي ضروري للمستثمرين يجاوبوا عليها على ضوء حاجيات قبل ما يدخلوا الثالثه هي المواقع وراهي سامحني بالنسبه للمواقع راهو عمل مضني صدقني صحيح في المجتمع المدني اما ما كنتش متصور ان البحث على المواقع اكثر من سمساره ولينا صباحا مساء يوم الاحد درناها صفاقس شكله سواء املاك خواص نحب نوجه لهم تحيه راهو خواص يتبرع لك بارضه مش ثلاث سنين للتجميع راهو صدقني 18 سنه قلنا له لا سامحنا خذ ارضك راهي طلعت مش ثلاث سنين برك راهي لازم تبقى تحت رقابه لونجيت عشان قال ما يسالش هذايا نحب نوجه لهم تحيه ايضا بالنسبه لل للاراضي واخر ما عندي ما اقول فيها راهو دعوتي راهو المواطنين في صفاقس وفي تونس راهو اياكم مش شعار الخبير اللي حاول باش يتخفى ورا البيئه قلنا نحبوا البيئه من البيئين راهو اللي يقول الحي متاعي ماهوش مصب راني نرفض الحي متاعي يكون للتثمين راني نرفض المعتمد سامحني يقول الحي تاعي سامحني لا ما يقولش هكا ما يقولش واللي يقول معتمديتي ماهيش للتثمين واللي يقول ولايتي مش تثمين راهو هذايا شعار مخرب شنو اللي نحبوا احنا المواطنين تاع توانسه يلتفوا الكل حول شعار واحد ان يلزمنا معالجه نتاع نفاياتنا لكن شوف. مع احترام الشروط سي شفيق الصحيه والشروط البيئيه سي شفيق بالله سامحني سي سمير لا النقطه هذه سي سمير قال لك في المانيا نتعداو ما نفتنوش وقتاش يولي يتكلم هو وقت يتحطوا الارض نتاعو والريحه تخرج والزبله تتحط بطبيعه تخرج لو تخدمها في خدمه باهيه سامحني قلت لك ينجم يفطوش بها جمله الاختيارات علاش تم شو الاختيار تم وراهو نقولها ونعودها ونتحمل مسؤوليتي رحنا في تونس عندنا خيره ما ثم من خبراء في الميدان النفايات هذم هما اللي يختاروا المواقع هذم هما اللي يسهروا على سلامه البيئه وعلى سلامه صحه المواطن وكما قالها بالضبط راهو لا حق لاي كان باش يقول لك تثمين النفايات ما عند شكون كان تقول نمشيو للامم المتحده نمشيو للمريخ نمشيو للقمر بقى بربي حاجه وهذه راهو نحب ناكد عليها هي لا حاجه برك راهو فيما يتعلق بالمساله القانونيه فيما يتعلق هذه راهي رساله نحبوا صحيح التشاركيه مع كل المواطنين مع بلدياتنا مع كل السلطات لكن لابد ان من اطلاق المبادره للجهه باش تصيغ كل بدايلها معناتها توتي عندك اشكاليه ما بين السلطه المركزيه وما بين المحليه والجهويه. ولدي مش كان في هذه أي شوف السياسه البنائيه عندك تو الاشكاليه هذه قبل المواطنين ساحل المشكله هذيك قبل بالتاكيد راهو علاش ناكد على التشاركيه انا نقولها لكم معناتها راهو قاعدين معناتها ما يكفيش الغول اللي واكلنا نتاع النفايات غول البخاره غول الفوسفات عندنا غول اخر هو القتل المتعمد لميناء صفاقس تعرف حسيت في الزبله زدتوا كم توقفوا لا استنى تو كان يتنفس شويه يستنى اي هيك علاش قلت خذينا القرار احنا عندنا ميناء من اروع ما ثم على مستوى التجاره ثاني ميناء في الجمهوريه اول ميناء على مستوى المردوديه اذا في الموانئ الاخرى يهبطوا خمسه كونتينر سامحني خمسه كونتينر في الساعه احنا 17 كونتينر سيد وزير النقل يحب يسكر 80% من النشاط نتاع ميناء صفاقس يحب يحوله احنا نقول عليه يحب يعمل ميناء جديد قلنا له اللي يحب يعمل مشروع جديد يلزم مشروع يخلق الثروه مش تنقل الثروه لا هذا خلي مرة أخرى. والله هذا علاش انا والله مشكله هذه بتاعي والله. كل حصه نعملها نلقى النقل طالعه من عرش منين وعندها مشكله فضل. انا والله رسالتي ليه رسالتي رئيس الجمهوريه وعندنا ثقه في صلتنا قلنا يعملوا يوم وطني للسياسه المينائيه ويوقفوا
المشاريع اللي باش تخرب اربع موانئ توانسه. قالوا شنو نحب نعمل ميناء جديد؟ نقضي على اربع موانئ نسكرهم 80% ونحولهم. شكون هذا يرضى؟ اي سياسه؟ شوف شوف يقول لك حاجه، فماش سياسه الدوله، كل واحد يخدم على 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 كل يا خويا. هو نداء لرئيس الدوله علاش يخلي الخراب الاربع موانئ؟ سامحني في النقطه هذه راهو مش الكل مو صحيح. هذاك ميناء اون بروفوند ما عنده حتى دخل في سفيق سوزون بروفوند، مش في سفيق. لا سامحني، هو يحكي عن فيلم. سامحني يبدو انك ما اطلعتش على المشروع. لا لا، المشروع قائم على تحويل 80%. لا 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 لا، سامحني انت اللي تقول. لا نقول لك لا، انا نعرفه شكله شكله راني هذا قضيه. سامحني سامحني عايشك. شوف ثم لوبيات نتاع عقار، لوبيات نتاع مال عندها مصلحه في تخريب جهات تونس وحصر التنميه في مربع تونس الفيضه. احنا ندافعوا على التنميه في تونس كامله. مش مش قدرنا نقرا الحساب هذا. لا سامحني 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 عايشك. كان عندك معطيات تكلم، ما عندكش معطيات سامحني. انا نقول له المشروع هذا راهو قائم على التحويل. لا لا مش تحويل جمله، خاطر سامحني دو شوز توتالمون ديفيرون. سامحني لا لا عاد نحكي عليه بروفوند بلا. نرجعوا للنفايات. نرجعوا للنفايات. وزاره النقل واحنا مش ناقصين مع وزاره النقل. نعاود استدعاها مره اخرى وزاره النقل. باهي طيب لازم نعيطوا له. عندنا سيسمو، عندنا لي بور والو ام ام بي والستام. اذا كان تحب اذا كان تحب نصلحوا المنظومه لازم نخزروا المنظومه التلوث البيئي والنفايات كقطاع اقتصادي حيوي. سيت اون ايكونومي، فما اقتصاد النفايات واقتصاد البيئه مربح وشركات وتدخل فلوس وتخدم العباد. كي تخزر له كاقتصاد وفما برشا تمويلات لهذا. اي ما هو انت مازلت في الشغل المشكله. لا لا لا، وين الحل تو؟ لا تعدينا لوين الحل. بيان دونك دونك سمعت بالكدا. دونك خليني نكمل في الطريق هذا. دونك اذا كان نخزر له كاقتصاد مربح التمويلات موجوده، خاطر يولي مشروع معمول على مردوديه وعلى هو مبني شنو؟ سي سكون ابيل اون ديليغاسيون سيرفيس بوبليك اون فيت. يعني البلديه والدوله تربح على خاطر بدون ما تحط مال عمومي تقوم بالمرفق العمومي نتاعها اللي هو باش تنحي تيسر للمواطن العيشة وتعطي كاليتي دفي، تعطي يعني معناها عيشة أحسن أحسن للمواطن. من الجهة الأخرى يتحلوا مشاريع اللي هي مربحة، كي تولي تخزر له تشغيل فيها تشغيل أولا. اثنين، يولي بما أنه الكلنا متفقين أنه هي المشكلة محلية باش يعاون على التنمية المحلية والاقتصاد المحلي. دونك بلوس دامبو لوكو، بلوس دو كرياسيون دامبلوا، بلوس وكما قال كرياسيون دو فالور تتلم بعضها على حكايه الفينونسمون. التمويل راهو 40 و50 مليون دينار مش حاجه كبيره، راهو سي ان بي ام راهو سي ان بوتي بروجي. تعرف وقتاش نقولوا حاجه صعيبه؟ كي نبداو نحكيو مليار دينار والفوق. مادامك تحكي 100 مليون و200 مليون سي دي بي ام دو كرون تاي. معناها اللي تصرف مؤسسات متوسطه مش تحكي عن النقل مثلا، سي دي غروس بي ام. دونك ماهيش هدره التمويل. كي تبدا مربح تلقى الفلوس والبنوك تمول ومقنع ومقنع ومقنع. اما فما حاجه زاده حلوه ياسر، انه احنا في العالم كي تنقص لي زيميسيون دو سي او 2 دو غاز فما تمويلات عالميه تمول البلدان باش نقص برشا برشا سوق عالميه. جمعيات عالميه مش عالميه مش جمعيات، فما سوق اللي يشري لي سي او 2. البلدان الملوثه تشري من عندك انت لي زامبرانت كربون برشا فلوس. باهي دونك اذا كان نخزروا هكا نجموا ندخلوا في قطاع الشراكه ونجموا ندخلوا في خلقان مشاريع للتثمين والانليفمون. هذا الكل كي نخزروا له هكا يولي بالحق نلقاو حلول تخي رابيدمون، على خاطر ماك تعرف كي تبدا فما مردوديه ومربوح المشاريع تجيك على الطاوله والتمويلات تجي. نقطة أخرى مهمة ياسر، لازم نعطيو للبلديات وإعادة نظر في البلديات وش نجم تعمل هي وكيفاش نجم تطبق القانون. دونك هذه حكاية الشرطة البيئية والشرطة البلدية يتعاودوا يتلموا في ان سول كور ويرجع تحت البلديه باش البلديه تبدا عندها هي اليات تطبيق القانون في المجال نتاعها. معناها كي تخرج هي باش تقول الحصاله تقف وتجي ونخطي ونهز، ما تقعدش تستنى في شكون يدخل لها ولا واحد من اوتوريزاسيون. معناها اداره اخرى وقرب لها. قبل كانت الامور ماشيه، ما فهمتش علاش كي بعد الثوره دخلت بعضها. دونك هذا مهم ياسر وهذا مرسوم راهو. اثنين، الفكره نتاعو جاتني فكره ويتكلم. والله هذا مشروع شركة أهلية. هذا هو اللي يحكي عليه الوحدة هذه المحلية. ها هو بالحق شركة أهلية، تلموا أهالي البلاد الكل، كل واحد ب 2000 فرنك، تولي ما عادش عندك مشكلة ما بين عقارب وصفاقس، باش تلموا الكل، وهي باش تلها بالمنظومة النفايات في الجهة. ها هو جهة حلوة ياسر هذه،
عباره على كمؤسسه عموميه بعد اي في عود تكون مؤسسه عموميه ولا شركه اهليه. مؤسسه عموميه علاش هو شركه اهليه؟ سامحوني علاش شركه اهليه؟ باش الاخر ما يقولكش ما تحطش بحذايه كي تلموا بعضكم ولا الربح موجود من سيدي. هي كيف كيف راهو هي كيف كيف علاش مؤسسه عموميه؟ تجي باهيه ساعات في بلايص كي تبدا في بلاصتها تعاضديه ما بالفلوس. داكوردو وكيف الناس كل مع بعضها. ثم خبرات كبيره نتاع التصرف في النفايات اللي هي موجوده تو كآليات وكخبراء موجودين عند البلديات. الشركات يبيعوا يدخلوهم يدخلوا ويخلصوا برشا فلوس تخافش الكلهم تو ياخذوهم كونتراتوات وشركات اللي تخدم وتعمل ثمن وكل شيء ما ماش مشكله. انتم عملوا شركه اهليه جوست باش تلهوا بالنفايات بين بعضكم باش تخليوا الناس تخدم. خممنا فيها الاهليه هي في كل ما عنده علاقه بالرسكله وهذا علاش صوتنا. لا لا مش باش تقوموا انتم كل ما عنده علاقه بالرسكله مش ما فهمتنيش ما فهمتنيش تخلي الناس تخدم مش انتم باش تقوموا بها الحكايه. انتم جوست باش تنظموا الامور. لا مش سو تريتونس معناها جوست بور اورغانيزي. دونك نحطوا هذوما الكل هاو واش نربحوا؟ نربحوا دابور فلوس على البيجيت ليتا ينقص. نربحوا انه المرفق العمومي يقوم. نربحوا انه تصير المواطن يعيش في كرامه. تصير تنميه محليه. نربحوا انه يصير تشغيل. نربحوا انه الكفاءات نتاع المهندسين نتاعنا ندخل. نربحوا انه 80% ولا 85% من النفايات نتاعنا تتثمن. نربحوا الغاز الميتان نجمو اون برودوي دو غاز نجمو اون برودوي شو اسمه هذاك بكري خاصه في الازمه توا تاع مش الكومبوست نحكي اللي يمشي لي سيمونتري اللي يمشي لي سيمونتري دير دي بور لي سيمونتري نجمو نربحوا الكومبوست باش نثمنوا الاراضي نتاعنا. ريت هذوما الكل اذا كان يولي اقتصاد وفيه مربوح والناس تخدم وتحط وتربح تشوف الامور في نحكي مش فيقس برك نحكي في الجمهوريه كامله يعني كامله ورم جمهوريه دونك اما هذه ولي خيارات محليه وجهويه وكي نعطوا السلطه اللي يحسيب سيجارو في القاع يتشد بالكمشه تو سويت بالشرطه البلديه مش نقعد نستنى في البوليس باش يوقفوا. ريت الشط اللي يحط دلاعه غادي يهزها في شكارته يلوح ونسهلوا تشوف اللي بالسياسه تحل وفكره ان نلموا الناس الكل حول اللجنه كل واحد باي باي تولي ما عادش عندنا مشكله ما بين عقارب وصفاقس وجربه وميدون ولا مراد سمعتم الكل توا في الحلول اللي عندهم. عندك ما نضيف حل اخر معناها؟ عندي ما نضيف اي تفضل. نحب ناكد اللي هي ثقافه قبل كل شيء اول حاجه معناتها اذا نحن نحبوا نربحوا الفلوس بمكافحه بالانقاص من التلوث نجم نربحوا فلوس كما نحبوش كنا نراو فيها كيفاش غنيمه عند هذايا ولا سلطه هذايا باش تطيح تمشي عند الاخر عمرنا ما نمشوا حتى حل. ولهذا هي ثقافه لازم الحكومه جديده لازم ثقافة المواطن زادة تكون جديدة ويسمى منوال تنموي اقتصادي جديد. البلدان المتقدمة بدلوا مناميل التنمية نتاعهم الكل ودخلوا فيها طابع البيئي. معناتها هنا نعاود نرجع للكلام اللي كان نقول فيه سي عدنان زادة كيف كيف هوني وقتك جيت تخمم أنت في تونس ما دخلناش بالكل. ما عندنا حتى حد معناتها المنتج نتاع نفايته مش قاعد يخلص. أيوه. كيف يولي يخلص؟ انا واحد من الناس اكياس بلاستيكي وكان ولي نخلصها مع ال 100 فرانك اللي خلص فيها في السوبر مارشي على قد ما خديت من تو ناخذ كل صغار ما ناخذ نمشي الخضار ناخذ اكياس نمشي اي بلاصه دجاج ناخذ اكياس بلاستيكي مانيش قاعد نخلص ناخذ فيهم. اي هو خرج وقالوا خرجت وزاره البيئه قالت لي مشيت نحاو من الخضار ومن الجزائر ومن كل شيء. كيفاش يعوضهم هو؟ والمواطن شنو باش يقول؟ باش يخرجوا باش يطالبوا جراماج اقل جراماج اقل دونك باش يخليوا فرد مشكله. اما اذا كان نولي نخلصها البابي كيما البر كي نولي نخلصها نولي ناخذها ونستحفظ عليها شكار هذيك الكيس هذاك ونعاود نستعمله مره ثانيه ونرجع للخضار نمهز له معايا نستعمله مره اولى مره هذه النقطه الاولانيه معناتها من ناحيه انه نعطي ثمن ولا نعطي نخلص لاي استهلاك يضر بالبيئه نخلص عليه اكثر يلزم مش ناخذها ببلاش معناتها الحاجة اللي تنفع نخلص عليها والحاجة اللي تضر ناخذها ببلاش لازم نقلبوا الموازنة هذه هوني قلت لك منظوم معناتها نظرة جديدة اللي الحاجة الثانية لازم أنا نرى البرامج كلها باهية اللي نعملها علاش ما نجحناش وكيفاش نجموا ننجحوا لازم نوفروا التمويل هنا البلديات قاعدة وفاش قال سي شفيق ما فماش تمويل؟ فماش تمويل علاش ما فماش تمويل؟ ثم قال ثم بعض التمويل والله ثم شوف تفضل من بعد كان يعطيني الاذن هي المشكل انه البلديات عندهم تمويل ضعيف وثم ان فون هو متابع البيئه حتى هو ما يكفيش واللانجيت تخو راهو في التمويل العالمي في بعض المشاريع ما يكفيش باش هذايا التطور اللي نحبوا نعملوه والبرنامج هذايا يلزموا تمويل اكثر. انا اقترح ثم كيما اتاوى على البيئه معناتها المواطنين يولي يطالب كيف هو قاعد يخلص على البيئه يولي يطالب يولي هو ما عادش يلوح باش نجم بعد نجم يطالب وين الحاويه
يمشي الشط مقاش حاوي البلديه نتاعو انا خلص فيك في اتاو على البيئه تو ثم الزبله والخروبه هي إيه بخايف لا يدفع اتاو ويقعد في الوضعيه بيدها ثم الاتاو ولا إيه اتاو على البيئه صغيره سينو تزيد تكمل اي وين وين مئات المليارات عند لونجيت عند لونجيت ما باش تصرف المصبات لا سامحني ذاك المصبات ما هذاك اللي عاش يجيو الحاوي الحاوي ويني انا نحوس في منتزه قاعد نحوس وين نلقى باش لوح الفضلات نتاعي صحيح لا فما الحاوية الزرقاء والخضراء تاع قبل ثم حاجة تابعة لونجيت ثم حاجة تابعة لونجيت ثم حاجة تابعة البلديات البلديات هي الضعاف بلديات يلزمها تاخذ اتاوا هي بلدية اللي باش تنجم تكون هي فاعل اقتصادي كما الاخرين ما كانش راهو لونجيت هي تولي عندها الفلوس واضح ونحن قلنا نحبوا السلطة المحلية هي اللي تتمكن من النفايات تاعها مش لونجيت تتمكن من النفايات تاع السلطة المحلية لازم نعطيو القيمة القدرة المالية للبلديات باش تكون هي فاعل كما الفاعلين الاخرين في في النفايات نتاعها. باهي. سي سمير المدب يعطيك الصحة اللي حضرت معنا وكنت معناها مفيد برشا معناها عطيتنا برشا معطيات وحتى سي شفيق جا معاهم 100%. سي شفيق إن شاء الله. نزيد كلمة. تفضل كلمة برك. كلمة. اش حبيت نقول أنا؟ حبيت نقول أنه الأشياء المعاصرة خاطر الفضلات قضية معاصرة. جدي ما كانش عنده موبايل مثلاً. الأشياء المعاصرة باش نأسوها يزمنا نبنيوها بالحجرة بالحجرة بيه. احنا عندنا مشكلة في البناء في تونس الناس اللي تجي بعد بعضها ورا بعضها ما اللي يجي اليوم ما يحطش حجرته على حجرة اللي قبله ويلاقي آخره دونك ما نبنيوش خاطر قدامي النوت هنا موجودة أنا وكبت الدراسات اللي صارت في مجال البيئة آلاف الدراسات تعبي الفضاء هذا الكل ما ناش مثمنينهم هذه حاجة دونك واجبنا باش نثمنوا المعرفه نتاعنا. اثنين المعلومه والتوعيه والترشيد والى اخره ماناش قايمين به، اليوم كان نتفرجوا على التلفزيون الفرنسويه مثلا هما اللي عايشين كما كنت تحكي انت مشكله الطاقه ولا سوبريتي دو لينيرجي اتسيتيرا، كل اخبار عندهم فيها 10 انباء 10 انفورماسيون فيهم على العشره تلقى سته سبعه يراش يفسروا للناس صحيح. احنا ما تلقى حتى ما تلقاش لا في التلفزه لا في الشارع لا في المؤسسات والى اخره دونك البناء صحيح. يصير يلزمنا نقرروا باش نبنيو وباش نبنيو يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار اش قال واللي قبلي ثم نعطي وكذا وفي المدرسه وفي الدار والى اخره معناها بلغه اوضح قالك نمشيو للبناء القاعدي تفضل ايه انا نقول ما قلت نبنيو حجره بحجره هذا بناء قاعدي تسمى تفضل نقول العقلية جديدة العقلية جديدة فيما يتعلق بنشر لدى المواطنين في انتظارها راه لابد على الدولة أن تطبق علوية القانون وتؤمن سامحني تؤمن المواقع اللي تختارها هي لتثمين النفايات ولمعالجة النفايات ثلاثة العمل على التقليص راهو دون تقليص ما نجموش نخدموا وعلى الاساس هذا راهو في صفاقس عملنا سبق ثلاث حوايج عملناها منطقه النفايات الخضراء مركز شوف اذا كل خليها على شيره القلنا باش يتحل ولا القلنا اي القلنا هي موجوده في قرار الغلق اي باش يتحل ولا اجراءات الغلق النهائي سامحني سيد الوالي قال باش نعملوا استفتاء باش يتحل ولا احنا مع ان استشاره جهويه باش يعطيوا المواطنين في جهه صفاقس وفي تونس راي في النفايات مش عم يحلها سيد الوالي ولا لا حول ولا قوه الا بالله انا قلت لك هي هذه مذكره حول اجراءات والطلبات العلميه للغلق النهائي يا سي شفيق يا سي شفيق في التلفزه تشوفها لا 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 تقراوها الغلق النهائي المصب القلنا سيب فيا الغلق النهائي المصب القلنا باش نحكيو عليه ما قلت لك تو في انتخابات ثم مزايدات ثم ناس يحبوا يعملوا مزايدات قالوا يحبوا يعاودوا يحلوا المصب هذه راهو هذو هما مترشحين للانتخابات سامحني انا مانيش في الانتخابات يعملوا في مزايدات يا سي شفيق معناها فما نيه تحلال ولا لا هي بلا تقراوها ولا هذه لا انا من عام 19 انا يزي فيه البر لا بلا لا مش ترشح مذكره حول الاجراءات والمتطلبات العلميه للغلق النهائي للمصب الكل المراقب بالنسبه لنا كلجنه راهو مصب الكل غير مدرج لا في التخزين المؤقت وريناه فارغه وكفيره ولا في النفايات لكن انا راني ديما نقولها ونعودها راهو الشعار المخرب هو اللي يقف ويقول معتمديتي مش مصب بوضح. اللي يقف يقول حي مش مصب اللي يقف يقول داري مش مصب به مراد لا 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 مش بتكلم وفي الموضوع وفي الموضوع احنا قصدنا توفيل الوقت خذيا سي سمير كلمة يا أخي ولات لي 33 مالوش قلت مراد شو يقول لك نشكرك على حضورك معايا بارك الله فيك نشكرك على حضورك معايا
خاطر سي سمير بن قاضي سي عدنان مشكلتنا الاهليه مشكلتنا في البرنامج تاعنا ختمنا زيد شويه نعملوا حاجه زيد شويه نعملوا حاجه حكينا كان عن نفايات البيئه اوسع برشا من نفايات واضح باش نعملوا حصه اخرى كي يحضر معنا لونجيد ولا ان بي يو نشكركم برشا على حضوركم معنا وان شاء الله ربي يحفظ تونس امين.